مرحبا بكم. مسار اخر من خير البلاد غادي ياخذكم مناطق الغرب باش نسلطوا الضوء على واحده من اهم السلاسل الفلاحيه، زراعه السكريه، الشمندر وقصب السكر. غادي نحاول نقربكم بعض مراحل الانتاج عند الفلاح في الارض ثم المعمل، وبالمقابل غادي نطرقوا للعوامل المساعده والمحفزه اجل تحقيق مردوديه جيده. مجموعة من العوامل اللي اجتمعت خلال هذا الموسم الفلاحي واللي فرزت نتائج إيجابية لمردودية الشمندر السكري في مناطق الغرب. فالمنطقة شهدت تساقطات مطرية أثرت بشكل إيجابي وعلى فترات مختلفة من الموسم، بالإضافة أن جرت العادة عند الفلاح الغرباوي اشتغال على هذه السلسلة هذه السنوات، الأمر اللي كسب من خلال التجربة والخبرة في خدمة الأرض، توفير الأسمدة في وقتها وبلاصتها، الدواء والسقي، ونتائج كتبان على الأرض، الطوناج والحلاوة. خدمة ديالنا كتبدا في بداية أكتوبر، كنزرعو كنحرشو مزيان وكنزرعو وكنتبعو المرحلة الأولى هي أننا نزرعو الشمندر ونداويه في الأول على حساب الحشرات، ومن بعد كنعاودو نسقيو سقية أخرى، يعني عندنا جوج سقيات فيه باش يوجد لينا الشمندر، وكنديرو ليه الدواء وكنداوو على الربيع جوج المرات، كنداوو على الربيع وكنتسناو من عند الله سبحانه وتعالى يرحمنا بالشتا، يعني الشتا هي الدور الأساسي في منطقة الغرب، الا ما كانش عندنا الشتا ما عندنا حتى شي حاجه. والحمد لله الانتاج مزيان، ما نبخلوش، انتاج مزيان كي تقريبا ما بين 90 حتى 100 كميه طون كيوصل في القطار، الحمد لله فضل الله سبحانه وتعالى. تعتبر سلسله زراعه السكريه من اهم سلاسل الانتاج على صعيد جهه الرباط صلاله القنيطره، وبالخصوص على صعيد اقليم منطقه الغرب. فهاد السلسله كتخلق واحد الديناميه سوسيو اقتصاديه جد مهمه، حيث كتمكن من تشغيل اليد عامله بواحد ما يقارب 1,200,000 منصب شغل سنويا. كذلك هذه الجهه كتساهم تقريبا على الصعيد الوطني بواحد 30-35% من الانتاج ديال السكر. بالنسبه للاهداف ديالنا في اطار استراتيجيه الجيل الاخضر، فاولا كنعتزموا بالرفع من الاستثمارات على صعيد عاليه وسافله السلسله، كذلك الرفع من المساحات المزروعه لبلوغ 33,500 هكتار، منها 20,000 هكتار كنطمحوا نوصلوا لها ديال الشمندر السكري، واحد 13,500 هكتار ديال القصب السكر. كذلك كنعتزموا باش نوصلوا باش نرفعوا من الانتاج باش نوصلوا 1,200,000 طن سنويا. فطبيعه الحال هذا الشيء ما كيتاتى الا رفعنا كذلك المردوديه باش نوصلوا لواحد المعدل ديال المردوديه بالنسبه للقصب السكر ديال 75 طن الهكتار، وكذلك بالنسبه للمعدل المردوديه ديال الشمندر السكري ديال 66 طن للهكتار. تحفيز الفلاح على العمل اكثر في هذه السلسله الانتاجيه سواء الشمندر السكري او قصب السكر موكول المنظومه ككل. هنا كنتكلموا على التنظيمات المهنيه وباقي الشركاء، وباش يتحسن دخل المنتج تخلق تنافسيه في السلسله وكل شيء يربح، فهي زراعه عندها طابع وخيار استراتيجي يمكن نعولوا عليه في تحقيق السياده الغذائيه. بالرغم من الإكراهات المطروحة وعلاج الخصوص ظروف مناخية وقلة التساقطات إجهاد المائي، كيفاش ممكن نوجد التوليفة الملائمة للرفع من الإنتاجية؟
هذا العمل اللي درته هذا كيفاش داير النتيجه؟ النتيجه كانت مزيانه، مردود كان مزيان، واخا في الاول كان شويه عندنا الجفاف، ولكن مع السقعه وجا الامطار الخيريه في الاخر ديال العام كانت المردود وجابنا نتيجه مزيانه، كان الخير تبارك الله وكانت كل شيء مزيان. وبفضل هانتوما كتشوفوا كل شيء قبالت عينيكم، كاين منتوج مزيان، اللهم لك الحمد. يعني هاد الفلاحه يعني هي كتجذب اللي خدم، اللي خدم كيوصل النتيجه ضروري كتكون الحمد لله، يعني كل عام كل عام كنخدموا كنوصلوا النتيجه. هاد جمعيات منتجين النباتات السكريه بالغرب الدور ديالها هو تاطير المنتجين والدفع مع المؤسسات اللي كتعمل في هذا القطاع باش يحسنوا الانتاج وادخال جميع التقنيات اللازمه سواء الميكانيكيه او عصريه الموجوده للخفض من التكلفه وتحسين الانتاج والرفع من المردوديه وتحبيب هذا القطاع للفلاحه، لان حيت هاد الفلاحه الله يكون في عوانهم انا كنسميهم جنود ديال الامن الغذائي. هادو جنود الامن الغذائي كيخصهم تاطير وتاطير قوي. الاكراه الاساسي عند الفلاح عنده اولا خاصها تكون يكون عنده الماء، المال هو الاول. ثانيا يكون عنده الفلوس ماده، لان الفلاحه ما بقاتش فلاحه اللي خدمها بهكا ماديا. هاد كان العامل الثالث وهو السرعه في الانجاز. ما يمكنش نغفلوا الدور المحوري لهذا السلسله في تحريك العجله اقتصاديا واجتماعيا، هو رواج ملحوظ واقبال على هذه الزراعه من طرف الفلاح الغرباوي. ويمكن هنا نتكلموا على عامل اخر مساعد وهو عدد الوحدات والشركات الخدمات المتوفره في المنطقه واللي كتخدم طيله فترات العمليه من الحرث الزرع القليع والقطيع. في حسنات استعمال الاليات والمكننه نتائجها ظاهره على ارض الواقع. المنطقة كتركز بزاف على الشمندر السكري، حنايا الحمد لله وفرنا لهم 95% ديال المكننة في المجال في زراعة الشمندر السكري، من تهيئة التربة اللي هو الحارت الزرع المعالجة جميع الخدمات الفلاحية حتى الجني. في الجني كما كتشوفوا هاد الشونتي اللي معنا، حنا كن عندنا ثلاثة ديال لي ماشين اللي كيديروا الجني ديال الشمندر السكري. الماشين الاولى كتسمى قطع الاوراق وكما كنقولوا كتنجر الشمندر، الماشين الثانيه اللي هي كتقلع الشمندر بواحد الطريقه جيده وكما كنقولوا بواحد المعايير ذو جوده عاليه. المرحله الثالثه اللي كتسمى الشحن ديال الشمندر السكري باش كيمشي للمصنع. استعمال الطائرات بدون طيار او تقنيه الدرون سجلت حضور ملحوظ في اراضي شاسعه لهذه الزراعه ومكنات من ربح الوقت والاقتصاد في المياه. فعلى سبيل المثال مداويه بالتراكتور يمكن تستنزف 200 حتى 300 لتر في الهكتار، في حين ان تقنيه الدرون يمكن تراوح استهلاك الماء ما بين 20 حتى 30 لتر في الهكتار وفي مده زمنيه اقصر. هذا العام الحمد لله تمكننا اننا ندخلوا تقنيه ديال الدرون للمجال الفلاحي اللي لقات عليها واحد الاقبال كبير من عند الفلاحه، اللي ساعدتهم بزاف خصوصا في الفتره ديال الشتاء اللي كيكون صعيب انه تراكتور يدخل ليها، والوقيته اللي كيكون فلاح ساقي بالحكم ان المنطقه عندنا اللي هي التربه ديالها طينيه صعيب انه الماتريال يدخل فيها من بعد انه يكون سقا او لفتره ديال الشتاء. وبصراحه كتضيع واحد المردوديه كبيره ديال الشمندر السكري ولا جميع الزراعات في ديك الوقيته اللي كتكون الشتاء، كيكونوا ظروف ملائمه لجميع الامراض الفطريه. ما كيتمكنش الفلاح انه باش يدخل الاليات اللي هي ثقيله مثل الجرار ولا، وخصوصا المنطقه كتعرف واحد النقص ديال اليد العامله باش انهم يدخلوا يداويوا بالقربه التقليديه. الحمد لله احنا هذا العام جبنا لهم الدرون وعرفت واحد الاقبال كبير على الفلاحه وساعدتهم بزاف. تزامن الحضور ديال فريق خير البلاد مع الايام الاخيره من نهايه المسار التقني لهذه السلسله وصول المحطه النهائيه للمعمل. هنا عمل اخر بعد قال الشمندر، الشاريو او الشاحنه كتوزن كتعبر الحلاوه في مختبرات مختصه.
آليات السير كيتحكم فيها نظام تدبير معلوماتي بالأهداف ديالو على وجه الخصوص ضمان الشفافية في عملية برمتها. التواصل دائم بين المستخدمين والفلاح، إجراءات متخذة، تحديد بقعة الأرضية، القلع حتى الوصول للمعمل. اشنا هو النظام المعلوماتي؟ النظام المعلوماتي تربطنا بالفلاح اللي هو المنتج ديالنا، اللي هو اول واكبر حلقه في هذه المنظومه ديال الفلاحه او ديال زراعه الشمندر السكري وقصب السكر، بالفلاح والمعمل. باش نوصلوا من هذيك الفلاحه اللي عند الفلاح حتى للمعمل خاصنا ندوزوا من عده مراحل. هذوك عده مراحل شحال هذا كانوا كيتسجلوا في اوراق، دابا ولاو كيتسجلوا في منظومه معلوماتيه. هذه المنظومه المعلوماتيه تتخول الفلاح انه تكون عنده رؤيه استباقيه على المنتوج ديالو قبل ما يوصل للمعمل، وتتكون عنده رؤيه على المردوديه ديالو قبل ما يتخلص فيها في البنكه. دونك الا مشينا ليكزومبل، الا مشينا للمثال ديال ان الفلاح زرع معنا كتار ديال الشمندر السكري، اول حاجه كنديروا معاه عقد. هذاك العقد كندخلوه للسيست ديال المنظومه المعلوماتيه ديالنا ديال التيسير. من وراء هذاك العقد تنعطيو للفلاح واحد البطاقه معلوماتيه بحال البطاقه الوطنيه. اي فلاح تيكون عنده بطاقه معلوماتيه وحده، وهذيك البطاقه المعلوماتيه ما يمكنش تعاود. يعني ديك البطاقه المعلوماتيه سواء في القصب السكر كتكون عنده باللون الذهبي، او لا في الشمندر السكري كتكون عنده باللون الاخضر. يعني الفلاح ملي كنعطيوه ديك البطاقه تيتولي عنده بزاف الميزات. من هاد الميزات كنمولوه باولا تمويل مادي باش يقدر يدير ديك الفلاحه ديالو، كنعطيوه الزريعه اللي هي الزريعه ديال الشمندر السكري او الفسائل ديال قصب السكر، كنعطيوه المواد الاوليه اللي هما السماد او لا الادويه للشمندر السكري وقصب السكر. وبزياده على هذاك الشيء اننا الفلاح ملي كيسالي من الانتاج ديالو ديال الشمندر السكري كنصيفطوا ليه كنرسلوا ليه المواد باش غيقلع داك الشمندر ديالو او لا باش يقطع القصب ديالو. انطلاق العمل بهذه الوحدة الإنتاجية السكرية بمشرع بالقصيري كان في 1967، وقدرة المعالجة بالنسبة للشمندر السكري تطورات ويمكن توصل 7000 طن يوميا، بإمكانية تشغيل حوالي 100 عامل قار و180 عامل موسمي خلال موسم التصنيع. عمل كيبدا من التخزين، التقطيع، استخلاص، التنقية، البلورة حتى للتعبئة. الوحدة السكرية ديال صنابير مشتل العبر القصيري عندها الطاقة المعالجة ديال 585,000 طن في السنة، وقادرة تنتج 85,000 طن ديال السكر الأبيض و 18,000 طن ديال العلف و 23,000 طن ديال الميلاس. كتوفر الوحدة على محطة لمعالجة المياه المستعملة بحيث كنقدروا نعالجوا واحد 5400 متر مكعب من المياه المستعمله في هذه المحطه هذه. وهذا العام ان شاء الله كنتوقعوا المعالجه ديال 2250,000 طن ديال الشمندر السكري، وان شاء الله كنتوقعوا باش ننتجوا واحد 38,000 طن ديال السكر الابيض. خلال هذه الدردشة عودنا التفصيل في طرح أسئلة من قبيل العوامل المساعدة على تحقيق إنتاج مردود جيد في هذه السلسلة السكرية، خاصة باستحضار إدراج الآليات والمكننة واعتماد الرقمنة في مادة استهلاكية كتشكل خيار استراتيجي لتحقيق السيادة الغذائية. سي عصام بن خيي، إلا تكلمنا على السلسلة ديال النباتات السكرية غالبا ما كيكون النقاش على الشمندر السكري، والحال أن كاين الشمندر وكاين قصب السكر. هذه الثنائية هذه فين كاين أوجه الاختلاف لا بغينا نقولوا؟ والتلاقي بطبيعه الحال. دونك كنقوموا بانتاج السكر انطلاقا من زراعتين، كاين الزراعه ديال الشمندر السكري وكاين الزراعه ديال قصب السكر. هنا كتجدر الاشاره ان زراعه الشمندر السكري كتكون في خمس مناطق، ممكن في منطقه ديال الغرب ولوكوس، منطقه الدكاله، منطقه ديال المرويه، منطقه ديال بني ملال. دونك ماده قصب السكر ولا زراعه قصب السكر كتجاوز في المنطقتين ديال الغرب ولوكوس. دونك بالنسبه للزراعه ديال الشمندر السكري فهي زراعه كتكون زراعه سنويه، كنقوموا بالزرع ديالها ابتداء من شهر شتنبر، وكنقوموا بالقلع ديالها ابتداء من شهر ماي. بالنسبه لزراعه قصب السكر كنقوموا بالغرس ديالها ابتداء من شهر شتنبر، وكتبقى مزروعه في الارض لمده خمس سنوات. دونك هذه الخاصيه ما بين زراعه قصب السكر والشمندر السكري. الا تكلمنا على نتائج الموسم الفلاحي الحالي، بلاش كان نتائج مبشره، كانت نتائج مزيانه على مستوى مناطق الغرب. الا سولتك ملي كنتكلموا على السياده الغذائيه، واحد المادة حيوية استهلاكية ما كتغادر حتى شي بيت مغربي، هاد المادة الاستهلاكية
باش نوصلوها للمستهلك؟ علاش كان كاين واحد المراحل ديال الانتاج وكاين واحد نقول بغينا نقولوا يعني التداخل بين مجموعه المتدخلين، وخاص يكون الكل كيتكلم لغه واحده؟ يعني كيفاش نتوما اطار المؤسسه ديالكم كتشتغلوا على توحيد الرؤى وفي نفس الوقت تشتغلوا على هذا ما يسمى ب او تامين السياده الغذائيه؟ دونك السياده الغذائيه كتحقق من برمجه، هذه البرمجه كتكون مبلوره في واحد عقده برنامج، اللي كتكون هذه العقده موقعه ما بين وزاره الفلاحه والفيدراليه المهنيه للسكر. هذه الفيدراليه المهنيه للسكر هي اللي كتسهر على قطاع السكري بالمغرب. هذه السلسله السكريه كتميز بواحد النظام وواحد الهيكله اللي هي جد منتظمه، فيها عده شركاء على الصعيد الوطني كتمثل بالفيدراليه المهنيه للسكر، وجهويا كاين لجان تقنيه للسكر. هذه اللجان التقنيه للسكر فيهم عده متدخلين، سلطات محليه، مكتب جهوي الاستثمار الفلاحي، جمعيه منتجي النباتات السكريه، المكتب الوطني للصحه والسلامه الغذائيه، وكذلك المعامل. الهدف من هذا التنظيم هذا هو السهر والتتبع ومراقبه الموسم الفلاحي من البرمجه، من زرع المساحات الى عمليه القلع. دونك الاوراش اللي كيشتغلوا بها هذه اللجان الجهويه على الصعيد الجهوي، كاين اوراش ديال المكننه، الرقمنه، تسميد المعقلان، الهدف هادشي كله كيصب توسيع المساحات المغروسه بالنباتات السكريه، وكذلك الرفع من المنتوجيه، وبالتالي تحقيق مردوديه مهمه. هاد الاهداف الثلاثه ديال توسيع المساحات، الرفع من الانتاجيه، وتحقيق المردوديه، كيمر من عده اوراش اللي كنشتغلوا عليها في هاد اطار اللجان التقنيه، واللي كيرميو بالاساس ان المنتج ديال النباتات السكريه يحقق انتاجيه عاليه في النباتتين ديال النبات السكري اللي هي قصب وشمر السكري. نعم، لا شك ان جانب اخر من جوانب يعني تحقيق هذه المردوديه العاليه والجيده بالنسبه للمنتوج ديال الشمندر السكري او قصب السكر هو الجانب اللي اشتغلتوا عليه ديال الرقمنه. الى اي حد كان عامل مساعد؟ فين بانت انا بغينا نقولوا التمظهرات ديال النتائج ديالو؟ هذه الرقمنه كتشمل من زرع النبته الى العمليه القلع، والهدف من هذا الشيء هذا هو المراقبه الانيه لكل العوامل اللوجستيكيه، من بينها زرع، نقل، شحن، وكذلك عمليه القلع ديال الشمندر السكري. والهدف ديالو هو تتبع وتحسين تسيير ديال المواسم الفلاحيه، وهذا كامل كيصب لتحسين خدمه الفلاح. دونك الا بغينا نبسطوا هذه الرقمنه شنو هي، فكل الاليات اللي كيخدموا معنا في القطاع الفلاحي فهم مجهزين بنظم معلوماتيه اللي هما لي جي بي اس. الهدف منه ان جميع المعامل مجهزين بقاعات مراقبه اللي كنتبعوا العمليه انجاز العمليه الفلاحيه لفائده الفلاحه بطريقه انيه من اجل المراقبه وتحسين الخدمه. في المواسم ديال الانتاج كنتحكموا في الشاحنات اللي غيكونوا بشحن الشمندر السكري، بحيث كيكونوا التتبع ديالو الاني، كنسهروا على التوزيع اللوجيستيكي ديال هاد الاليات، والهدف من هادشي تزويد المعامل بالكميه والجوده، وبالتالي تقديم خدمه للفلاح. بطبيعه الحال اي سلسله من سلاسل الانتاج الفلاحي يعني النقطه الاساسيه والمحور ديالها هو الفلاح ومدى استجابته في اشتغاله على هذه السلسله. بالنسبه لي انا فلاح مثلا في الغرب، كيفاش كتحفزني انني نبقى كنشتغل اكثر على الشمندر السكري؟ شنو هما المغريات اللي بغينا نقول؟ باش نحسنوا الانتاجيه ختمنا على مجموعه من الاوراش. اول حاجه هو تبسيط المسار التقني لانتاج النباتات السكريه. في هذا الورش هذا الكبير خدمنا على مكننات المسار، لان زمان كنا كنخدموا بيد العميله، دونك في اطار غلاء اليد العميله والقله ديالها مكننا المسار التقني ديال زراعه النباتات السكريه من الزرع الى القلع كيف قلنا. خدمنا على العقلنه ديال التسميد، اليوم الحمد لله 100% المساحه اللي مغروسه بالنباتات السكريه فكيتم تشخيص سماد خاص لكل بقعه انطلاقا من تعيين ديال العينات ديال التربه. يعني المنتج ملي كيدير معنا العقد ديال التجميع هو ان الفلاح كينتج لنا المنتوج وكنشريو عنده المحصول في الضيعه ديالو، وحنا كنتكلفوا بالتاطير المصاحبه التقنيه ديالو وكذلك الوسائل اللوجستيكيه باش نجيبوا الانتاج ديالو للمعامل. دونك كيف قلنا الهدف ديالنا الاسمى في اطار اللجنه التقنيه اللي كنشتغلوا فيها هو تقليص تكاليف انتاج، وذلك عن طريق العقلنه ديال التسميد الارشاد والعقلنه ديال استعمال المياه الرقي، عن طريق تشجيع الفلاحه باش يجهزوا الاراضي ديالهم بنظم السقي الموضعي اللي هو الكوتاكوت، وكذلك الرقمنه. اخيرا تم اطلاق مشروع هو المداواه ديال النباتات السكريه باستعمال طائرات بدون طيار، والهدف من هذا الشيء هذا تقليص التكلفه ديال المواد اللي كتستعمل كمداواه، وبالتالي تقليص تكلفه الانتاج ديال المصاريف ديال الانتاج ديال الشمندر السكري. كاين عده تحفيزات بالنسبه للنباتات السكريه. في اطار الفيدراليه المهنيه للسكر بشراكه مع وزاره الفلاحه تم الزياده في ثمن الشمندر السكري وكذلك القصب السكر، هذه مده سنتين على شطرين. بالنسبه لزراعه الشمندر السكري تم زياده 80 درهم للطن الواحد، وهذا يعطي قيمه مضافه في الرفع من المردوديه. بالنسبه للزراعه الثانيه قصب السكر تم زياده الثمن ديال 70 درهم للطن،
وبالتالي الفلاحه ديال هذا العام استفادوا من هذه الزياده الثانيه اللي خلات يتحسن لنا المردوديه ديال زراعه قصب السكر حتى هي على غرار زراعه الشمندر السكري. هي ارقام وادوات اللي نقدر نقولوا انها تحفيزيه وكتغري الفلاح انه يزيد يشتغل اكثر في هذه السلسله هذه. اي مقاوله او شركه او مؤسسه ما هي الشركاء ديالها؟ البحث ديالها كيكون على الربح بطبيعه الحال، وكاين جانب اجتماعي، الجانب ديال الحضور ديال الفلاح يكون في وضعيه يعني مريحه اجتماعيا على المستوى الصحي على المستوى الاجتماعي. بلا شك ان كاين اوراق كتفتحات في هذا المجال وكانت انعكاساتها ايجابيه على الفلاحه. دونك ما نساوش التجربه المهمه للفلاحه ديال منطقه الغرب، لانهم راكموا تجربه كبيره والحمد لله الفلاحه ديال المنطقه كيمتهنوا زراعه النباتات السكريه. هو سلوك اجتماعي عند الفلاحه ديال المناطق ديال الغرب. بالضبط. اضافه على الجانب الاقتصادي فاحنا الفلاح ولا المنتج صب الاهتمام ديال الشركه، وفي هذا الاطار فكاين مجموعه من المسائل اللي كترم المسؤوليه الاجتماعيه، فسنويا كنتوجوا احسن المنتجين ديال النباتات السكريه، حيث كيتم تقديم سفر العمره للديار المقدسه لفائده احسن المنتجين. كنقوموا بتتويج المراه الفلاحه في الاعياد ديال المراه، وكنقوموا بمنح منح دراسيه لابناء الفلاح المتفوقين في الدراسه ديالهم. والعمل الاجتماعي لان اليوم لامو فكانت الشركه ديالنا من الشركات الاولى اللي قاموا بضمان الامن الاجتماعي لفائده المنتجين ديالنا. سي عصام كنشكرك وكنتمنى لك واحد الموفق، تبارك الله عليك. في هذه الحلقة حاولنا نقربكم صورة من صور الاجتهاد في تأمين وتوفير مادة استهلاكية حيوية عند المغاربة. نتلقاو في منطقة أخرى موضوع آخر. في أمان الله.